اليوم اليوم ما في ورقه رابحه لكن في تصويت جماعي. طيب عاد فيك تبون تبون نلغي فقره تلقيمة أليمة؟ أيه لا 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 أنا ودي تسقط هذا البرادي اللي كان النحس. حما نبغى ما نبغى حنا لا نريد الغاء على حسب التصويت. شلون ما نبغى اللي نلغى؟ اللي يبي يرفع يده يا اخي شلون ما نبي الغاء ها وش تبي اللي بيرفع يده ارفع يده يا اخي اللي يبي اللي يبي الغاء هو اللي يبي اللي يبغى ما نبي الغاء يا ابو يرفع يده طيب طيب اللي يبي الغاء يا رغيد بعد طيب الشباب اللي يبغى يلغي فقرة تلقيمة أليمة يرفع خشمة اللي يبغى إيش؟ وده خشمة صغير اللي يبغى يلغي فقرة تلقيمة أليمة يرفع يده يلا يبغى ولا ما يبغى؟ اللي ما يبغى الفقرة ما يبغى أرفع يدك العدو بليسك ما له كلامي مو موضوع واضح اللي ما يبغى الفقرة هذه تلقيمة أليمة ما حنا رافعين اللي ما يبغى يرفع يده يا أخي أختصر لك الموضوع اختصر لك الموضوع ابراهيم نبيها اللي يبغى يخلي تلقيمه أليمة يرفع يده والله يتعمد والله يلا ارفع ارفع لعبت فينا ابراهيم ما لا اختصر لك الموضوع هم لان ما عندهم نقاط فيبغون الفقره لعلها تنقذهم حنا جمعنا نقاط ما نبيها نخاف تطيرها علينا بس ما نبيها حنا ماخذينها لا يهمني لا رايك ولا رايكم انا راح الغي الفقره هذه اوبو لا لا هذه بس اوه يا بعيد اوه يا بعيد ارفع المايك ارفع المايك اوه يا بعيد يا ليلي 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 اوه يا بعيد اوه الله يا بعيد يا بعيد الله يا بعيد الله يا بعيد يا بعيد الله يا بعيد طيب يلا ناخذ اتصال هذا الجدار اليوم لا تبون بيض الله وجهك طيب خلينا نسال اختنا بتول ارقام التواصل امامكم ارقام التواصل امامكم دقيقه ابو يزيد مساك الله بالخير ليلى الشرايا اقل من ربع ساعه وبتصل عليك يا طويل العمر سم واقعيه اي بدق عليك ابو يزيد بدق عليك ربع ساعه بس ها يلا قلبي يلا قبل ما تختار طيب بتول عذر العذر السموحه بتول فقط تلقيمة أليمة هذه انكسر الشاهي البرادي ابشر بالعوض ابشر بالعوض هذا فارم مطيب ترى على فكرة الجرح بالنسبة لي بسيط بس الجرح على عمران أصعب بكثير لأنه عاش بين الأشياء هذه البرادي عاش بينها هذا ولده سميته بتول يا ولد بتول ألو هلا السلام عليكم بتول احنا عندنا فقرة اسمها تلقيمة أليمة عارفتها ولا لا؟ ايه طيب تبغينها ولا نلغيها؟ وش؟ ايش؟ نخلي الفقرة ولا نلغيها؟ نلغيها انت لغيتها نبغاها خليها طيب حناخذ ثلاث أصوات بس الآن خلوا تلقيمة الآن على جنب السؤال لك يا بتول أوكي؟ ايه جاهزة من وين تكلمينا يا بتول؟ من حفر الباطن خارج تقول هاي من هو من هو غسيل الملائكة اسمع الخيارات ها حنظلة حنظلة بن أبي عامر عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح ها حنظلة حنظلة يا سلام حنظلة إجابة صحيحة لمن تهدين النقاط يا بتول للغايب الحاضر معاذ الجمال الله لا 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 معاذ الجماز مو موجود معانا اختاري متسابق اخر من هو؟ سالم مبدل صديق معاذ الفريق مبدل الله عليك الله عليك طيب 50 نقطة للفريق مبدل بطل ناخذ اتصال جديد بس قبل اتصال الغايب ماله وين ماك؟ ماله عذر عذره معه ليش؟ والله جاوب بسرعة سكتة طيب بس كم 50 نقطة طيب احنا بناخذ اصوات ثلاث اتصالات نشوف هل يبغون فقره ولا ما يبغونها تمام يا اخي الحين نبيها حظ يا الحظ احنا لا نؤمن بالحظ والله احنا نلغيها بس كيف 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 لا 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 لا, لا, لا تلغي خلينا نشوف انت ابخس انت ابخس لا لا, لا 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 نلغي وبناخذ اكثر عدد من الاتصالات اللي تبغى اي بالضبط نلغي 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 فقره لانه خلاص شفت تلقيمة والله يا اخي برد يا اخي انتوا ها برد والله برد والله برد تلقيمة أليمة تعرف تشبه الايش ايه تشبه الرجل ثلاثيني
أبحر في قارب وراح إلى منتصف البحر وصار يصيد من السمك، جلس أيام طويلة، يوم عبى السطل سمك أخذوا كبها. الله 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 عليك، قصيدة بطلة والله، قصيدة بطلة والله، كيف شكرا العظيم، كلام يكتب يعني بماء الذهب. نعم يعني هذا القصة ذكرني أنه الحياة جميلة، كل ما اعتدت على الصدمات كل ما صار عندك مناعة، والله العظيم عشان كذا نعود نفسنا الخسارة وكذا، يعني اللي خسر بالأسهم واللي خسر بالشركات، فعلا والله كلام ترى عظيم، لكن تعود على صدمات الحياة. هو الهدف من تقييمة أليمة أنه كيف أنت نقولك تراك خسرت، تراك تعبت، تراك صار لك مصيبة، عشان يصير عندك عودك. ها يقوى عودك، يقوى عوده، عودك كلامك يقوى. انت كلامك سليم بس ما نبغى الفقره. كلامك سليم بس ما نبيها. طيب انا عندك بس ها من اللي ماكم شغال وانا بقعد احاسب شاب ماك شغال ماك شغال يا ولد، يا اخي طز فيهم طبعا هذه تطول اشغلتوني. معنا هدى. هدى السلام عليكم. وعليكم السلام هدى، من وين تكلمينا هدى؟ هدى من جده.